سلام اخواتي، اليوم راح ندير راح ندير سلطه دو فروي، سلطه الفواكه بالعصير. اذا هذا عصير الفواكه، شريته عصير فواكه مشكله. هذه السلطه بسيطه سهله وبنينه بزاف، ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه نديروها راح نقشروا هذه الفواكه كما راكم تشوفوا. راني قشرت لي فروي تاعي، على بالي راكم تتسائلوا واش استعملت. هنا عندكم حريه الاختيار، يعني كل واحد راح يستعمل الفواكه اللي يحبها. هنا انا درت هذا خوخ، هذه حبه تفاح، وهذا الخوخ هذاك اللي يجي املس. وهنا عندي زوج حبات تاع كيوي، وهنا عندي عنب ابيض، وهنا عنب اسود، وهنا عندي كما قلت لكم الجي. الان بعد ما قشرتهم راح نكوبيهم، يعني راح نقصهم قطع صغيره. كما راكم تشوفوا راني قطعت الفواكه تاعي. فيما يخص الكيوي درته شرائح، العنب الاخضر خليته كما راه، العنب الاحمر قصيت منه شويه وخليت منه ثاني. هذا للديكور، وهذا واش حنديرو. اولا نحطو هذه جانبا، راح نخلطو لي فروي تاعنا. شوفوا كيفاش لونها رائع. بعد ما خلطناها، لانه بعد الفواكه فيها شويه حموضه، نديرو مغرف كبيره تاع السكر. نزيدو نخلطو، خلطوها مع السكر باش هذاك السكر يكثر من هذيك الحموضة تاع الفواكه الحامضة. الان بعد ما حطينا السكر راح نحلو الجي تاعنا، نحطو الجي تاعنا على السلطة. نزيدو نحطو، لازم الجي يغمر السلطة تاعنا باش الفواكه تاعنا ما تكحالش. اذا هكدا واش راح نديرو، راح نغطيو هاد لي فخوي تاعنا، نغطيوهم ونحطوهم في الثلاجة، نخليهم حوالي ساعتين باش يتعسلو، يطلقو الماء تاعهم وهداك السكر تاعنا يدوب ويتعسل. من بعد راح نتلاقاو باه نوري لكم كيفاش راح نحطوهم في لي فيغين وكيفاش راح نزينو. كما راكم تشوفوا بعد ما خلينا لي فروي تاعنا طلقوا كامل لو سيغو تاعهم في هذاك الجي، راح نبدا نحطوهم في لي فيغين. اذا نوري لكم الطريقه تاعي في التزيين. راح نجيبو عفوا دقيقه فقط، نجيبو الفيغين تاعنا، نجيبو هاد الشرائح تاع الكيوي، نحاولو نثبتوهم كيما هاك على الأطراف على الجدار تاع الكؤوس تاعنا. نجي ونزينو. نقطع
ونفس الطريقة بالنسبة لكامل لي فيغين. اذا شوفوا كيفاش تجي، ما قدرتش نديرها لكم على جنب. المهم راح الحبه تاع الكيوي تجي واقفه في الجدار، يجي شكل تاعها رائع. راح نكمل كامل لي فيغين تاعي ونعاود نرجع لكم. هذه هي سلطه الفواكه تاعي بعد ما كملتها، ان شاء الله تنال اعجابكم. هي تجي بالجي، تجيكم خفيفه خير من لاكريم، والناس اذواق يعني. مره اخرى راح نديرها لكم باللاكريم ونديرها لكم باشكال متنوعه. اذا اليوم درتها لكم فقط بالجي وتجي رائعه الذوق تاعها، سواء الشكل شوف كيفاه تجي الالوان متناسقه. اذا هذه هي وصفه اليوم، اذا عجبتكم ديروا لي جيم في الفيديو واشتركوا في قناتي باش يوصلكم الجديد. نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله، والى الملتقى.